شكرا السيد الرئيس، شكرا للسادة المرئين اللي يعطونا هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور. على كل حال، الشركة الوطنية للطرق السيارة هي واحد الشركة هي مؤسسة استراتيجية دار واحد العمل لا بأس به على المستوى البنى التحتية، لأننا تنتكلم تقريبا على 1800 كيلومتر من طرق السيارة. اللي خصني يعرفوا السادة المستشارين أنه إلى حدود بضع سنوات خلت كانت عندها إشكالية حقيقية على مستوى التوازنات المالية ديالها، وهذا ما نسعى الآن إلى إعادته إلى وضعه الطبيعي، لأن كانت الاستدانة تجاوزت الحدود اللي هي مقبولة. طبيعة الحال كاين هذا الشق اللي هو شق مالي، لكن كاين شق اللي مرتبط بالمستخدمين. وخلال السنوات القليلة الماضية بذلت الشركة مجهودات كبيرة لتحسين أوضاع أجراء الشركات المتعاقدة، لأن هذو شركات ديال المناولة، حيث استفادوا من منح جديدة حسنت بشكل كبير من دخلهم، بحيث يصل مستوى متوسط الراتب الشهري الصافي إلى 4000 درهم. 1046 أجير، أي حوالي 70% منهم، من عقود عمل غير محدودة. هذه مهمة جدا، لأن الشركة ألزمت بطبيعة الحال المتعاقدين معها باش تولي هذه العقود ديال العمل غير محدودة المدة. ناهيك على المنحة الأقدامية والانخراط في صندوق الوطن للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري على المرض. الحوار كان قائما، وقف واحد المدة. أنا لما جيت الوزارة أول حاجة حرصت عليها هو أن ينطلق الحوار الآن هو برعاية وزارة التجهيز والنقل اللوجستيك والماء ووزارة الداخلية. وأعتقد أن الآن الحمد لله راه كاين اجتماع الآن انطلق في الساعة 12، ونأمل أن يفضي إلى أمور في مصلحة المستخدمين والأجراء والأطر، وكذلك في مصلحة الشركة ديال الوطنية للطرق السيارة، لأن عندها برنامج ديال التشييد وبرنامج ديال التدبير اللي خصو ينطلق بطبيعة الحال في إطار واحد السلم الاجتماعي. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار، أنا متفق تماما على المبادئ اللي ذكرتي بها. أنا قلت أول حاجة درناها يعني من بعد الحكومة الجديدة هو دعوة إلى الحوار من جديد. الآن الحوار قائم. طيب، الحوار عنده واحد مجموعة الأمور راك ذكرتي بها. المسألة الأولى هو أنه هذه المؤسسة هذه ملك للجميع، راه ماشي غير الإدارة ديالها، راه الإدارة ديال المستخدمين ديالها. هناك إشكال يرتبط بالمتعاقدين في إطار المناولة. احنا بطبيعة الحال الدولة من خلال الحكومة أعطت كل الضمانات على أنه كاين استقرار في الشغل. يعني الشركة تلزم المتعاقدين بهذا الأمر، ما بقاش عندنا شي حاجة تسمى غير محدود المدة، وجميع الأمور اللي ما كانتش سابقة التي تتعلق بالأمور اللي خصها توفر لهذ الأجراء المستخدمين كاينة. بطبيعة الحال الحوار الآن يفترض أنه يتجاوز بعض الإشكاليات التي تتعلق بهذه القضية ديال المرحلة المقبلة اللي خص الشركة الآن تباشر فيها مجموعة من الأمور ترتبط ببرنامج تدبيرها، وكذلك ترتبط بالتشييد ديال واحد المجموعة ديال المقاطع. وإلا العنوان الأبرز في هذا الشيء كامل هو خدمة المرتفق. هذا المرتفق خصو يلقى واحد الخدمة جيدة. بطبيعة الحال هذا واحد الأمر هذا اللي خص يستمر فيه الحوار بين الشركة وبين الممثلين النقابيين بمختلف تلاوينهم. شكرا.